السلام عليكم. انا نورا الجباري. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا التقنيه ديال كيفاش غادي نديروا البريون داخل واحد اللوحه ديال الفيتراي. كتلاحظوا هنايا عندنا اللوحه ديالنا غير مكتمله. حنا غادي نحاولوا نرسموا، غادي نشوفوا التقنيه ديال كيفاش غادي نديروا البريون على الفيتراي. كتلاحظوا غادي ناخذوا الفيتراي وغادي نحاولوا نحطوه هكا كالعاده. غادي ناخذوا مقيطه كي قلت لكم وغادي ننزلوا عليها هكا. كتلاحظوا مقيطه وغادي ننزلوا عليها. دابا حنا غادي نحاولوا نديروا الريش ديالنا هنايا. كتلاحظوا وغادي نحاولوا نديروا مقيطه وغادي نهبطوا بحال هكذا. كتلاحظوا غادي نديروا هكذا مزيان الاماكن كامله اللي بغينا نديروا فيها الزرق. ثم غادي ندوزو للمرحله اللي مهمه ديال البريون. الوغ ديبوزاج ديال البريون، غادي نحاولوا اننا نهزو البريون ديالنا بهذا الشكل، وغادي نحاولوا اماكن غادي يكون غامقه غادي نديروا فيها البريون بزاف، والاماكن اللي ما بغيناش تكون غامقه غادي نديروه فيها قليل. علاش؟ باش يكون لينا داك البريون متوازي ويجينا مع الاشعه ديال الضوء، يعني فيهم واحد لابريونس بحال الضوء ديال البحر مع اشعه الشمس. فكي تلاحظوا شوفوا هنايا معنا البريون كي داير، غادي نضيف عليه البريون الازرق والصباغه الزرقاء. بالحق انا غادي نحاول انني ندير معاه البريون الارجنتي. ها هو كي تلاحظوا بحال هذه الطريقه هذه، باش كيزيد ليه واحد الرونق. وغادي تلاحظوا كيفاش غادي نحاول نديرها بصبعي بحال هذا الشكل. انا دائما كنرسم بالاصبع ديالي، انا التقنيه ديالي دائما في الفيتراي كنستعمل صباعي، يعني كنستعمل ليكات حتى في كنستعمل الشيطه. ودائما يعني الانسان اللي يكمل عمليه الرسم بالصباع يغسل يديه بالصابون اللي هو تيكون بحال ديتول ولا نو باكتير على قبل هذا الفيتراي. المهم انا نختصر عليكم، غادي كيف لكم انا صبايا وما يفرسم بهم. الحاجه الغليظه كنستعملها لو بوس عند كلانتك، هو اللي كياخذ ليا لي بارتي باش كنتحكم في الجناب مثلا. وثم عندي هذا اللي كيتحاز ليا مثلا لبيت شي حاجه خفيفه بحال كندير كنتكليكي في سمارت فون شي حاجه خفيفه. وعندك هذا تا تعاوني، وهذا الصغير كنصيب به الحوايج كاع داكشي ديال الحاجه. كتلاحظوا صباعي هما هانتوما تنتكحز به باش كيدخل ليا البريون. وكندرك كندرك كندرك كي قلت لكم بالاندكس ديالي هكا هكا هكا. دابا العمليه كي قلت لكم كنشطب بالصبية الصغير ديالي، وكي تلاحظوا اننا هنايا هاهي النتيجه. شوفوا كي تيبان الرونق ديال الازرق. فهاد العملية غادي نكملوها كلها هو الطابلو من لهنايا. هاكي كيفاش الشكل انتم الى حاولتوا تقربوا شوية اكثر، فهنايا تلاحظ ان الطابلو ديالنا هو غير مكتمل. غادي من بعد نسلو كاع داكشي اللي بريون زيد فيه، وهاي النتيجة كتلاحظوا ان بريون مشع بحال هاد الشكل. فكنبقاو نستمروا في هذه العمليه كنلاحظوا حتى تنكملوا الطابلو ديالنا، وديك الساعه تلقاو الصور في الفيسبوك. وشكرا.